دي عمارة بانسيون شيشة، المكان اللي جمع السبع ستات أبطال حكايتنا. اتجوزت ولد من الصعيد من ورا أهلها وهربت معاه على مصر. بعد شوية احنا في الشارع. ليه؟ انت بقيتي مرق رسمي يعني حلالي، وبعدين احنا صحيح ما عملناش فرح بس معلش هنتصور كمان اهو زي العرسان على الكوبري. وعشان يبني لها قصر عالي اضطر الجدع يسافر دولة عربية، ولما عرف ان بانسيون شيشة للستات بس سابها في شهور حملها الاولى، لكن اخوها ما سابهاش، فضل يدور عليها هو ورجالته. دي بقى سمسم، بنت فقيرة ويتيمة جت من الارياف على مصر واشتغلت في مكتب ترجمة، وهتتجوز وبتحضر كمان لفرحها واللي جابتها البنسيون ولاء، وهي كمان اللي شغلتها معاه. ولاء دي بقى البنت المصرية الشامية الجدعة، فاتها قطر الجواز لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن وبتدور على أي حد يديها فرصة. بيرو وبعدك ده النهاردة مخصوص عشان أديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. أصل أنا بصراحة قلقانة شوية من الوضع اللي إحنا فيه ده. ليه بقى؟ لأن لو حد دخل علينا من بره هيقول إيه؟ هيقول الأستاذ بيريح شوية؟ سيبك من كلام الناس يا بيرو بقى، طريق النجومية معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. أنت عارفة أنا هخليكي تعملي دور مين؟ إيه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده إلا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرة أوي 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 بقى. بيرو لا بص أنا هروح بقى أقرأ وأذاكر وكده وأرجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم طب كلمتين. لا أذاكر بس، أذاكر بس يا أستاذ أذاكر. يا بنتي ليه؟ معلش كلهم بيعملوا كده في الأول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل واشتغلت في حمام مغربي.
ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره خالتي صفية، كانت راقصة مشهورة قوي والكل كان بيحلف براقصها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه أيام حلوة، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشة. ألو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافية. وأنا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا وحياتي كمان كانت بسيطة جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة أني جميلة وإن الرجالة كلها معجبة بيا، لكن أنا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. ألو، أهي صفية. كده برضو يا ليه؟ أربع أيام ما تسأليش عليا، تعالي بس وأنا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورا. يا لهوي يا صفية، الأكل تقيل قوي ده. ماشي، طب أقولك إيه؟ أنا نفسي في حاجة كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان، ما هي خربانة خربانة. تعالي يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبيبتي. الفرج الحمد لله، الف شكر لك. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مبروك، مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم تلاتة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. اعمل ايه؟ مش ضمناك لما نبقى نتجوز، ابقى اعمل اللي انت عايزه. قولي بقى، ايه حكايتك مع الستة اسماء؟ اسماء مين وبتعمل ايه؟ البت من ساعة ما انت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الاول كان عم مداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. ولا يا بت عيب، يا بت انا بحب ولا يا بت، يا بت ولاد صاحبتك هي اللي معاداكي معاها في نفس الاوضه كمان جوه البنسيون، ولا كأني اقول لها حاجه. وبعدين يعني انا في الاول والاخر انا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو موزه يعني. اوعى يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجه لا سمح الله. هي خلاص اسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وانت متضايق كده ليه؟
ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك، بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت 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 ولا بت بت يخرب بيتك أنا مربوط. مرسي قوي يا ولاء، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجه دي يعني، سي نورمال على فكره. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعه قوي قوي قوي. وعلى فكره انا حكيت لعمر على كل حاجه انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجه عنك، خليكي كبيره في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحه كده من اولها احكي له على كل حاجه وهو بقى يختار يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي استنى بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه، انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم ايه رايك في علاء؟ رأي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. أشطر ممرضة جراحة في مصر. أنت أشطر منهم كتير في المستشفى هنا. مش عايزة أعرف رأيك فيا كممرضة. رأيك فيا كست. أنت ست في الدنيا؟ بجد والله. اللي أنت عملتيه معايا ده ما يتنسيش أبداً. ده بينفر رقبتي طول العمر. أنا من غير الكليل ما كنتش اتعلمت حاجة. ممكن أسألك سؤال؟ اسألي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا أحلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الأيام الحلوة، طلعت من السجن بعد طول صبر، كانت مريم وحشاني موت هي وخالد.
خالد. مريم افتحي يا مريم. خالد. مدام ليل ما تعبيش نفسك. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة. وفاء مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة. ادخلي. خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش أي أثر وراه. باع كل حاجة. كان كل همه ياخد مريم ويروح حتة محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل. وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي مش تعالي كده برضو كده برضو يا ليل. تهون عليكي صفية السبية والتجي كلها. 7 سنين يا حبيبتي محرومة مني. 7 سنين سايباني مقطوعة من شجر. محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول. قلت يعوضوني غيابك. هجيب لك تاكي. أنا عايز أرتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. اكرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة. ياخد اللي هو عايزه من عرف. بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجة حلوة بينا خلصت من زمان. ما بقاش فاضل مني غير خدامة. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمة. هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجة ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حرية المرأة. لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزفي التراب وهترجعي لي. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ حطي بالي يا اخي! حطي بالي!
اروح لهم عشان اشوف البيت الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجة. انا لولا البنت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخة دي. انا كمان بقيت مستغرباه قوي في الفترة الاخيرة. تخيل يا صفية سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني وفي الاخر اخرج الاقيه خد البنت اللي حلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجري حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انتي غلطان رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حته الارض اللي كانت حيلتي على الفلوس اللي استلفتها منك كنت عايزه احقق له حلمه اعمل له مستشفى صغيره عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له ما دخلش قلبي خالص ما اعرفش ليه حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. انا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفيه. انا اللي يهمني بس بنتي مريم. انا صبرت سنين كتير خلاص بقى الصبر نفس مني بس هيروح مني فين؟ ان شاء الله حتى افتح المندل المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفيه عايزه بنتي يا صفيه. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. تفضلي تفضلي شكرا كتر خيركم. اوصل يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعة ألغى الدانس أو النبي بليز ده فرح عشان خاطري عشان خاطري يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا حاضر. شو طب تعالي انت طب سيبوها تغير. طب تعالي انت يا
شكلكم حكومة خير أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك الطابت؟ بطاقة ايه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت انا. انت قلت الادب وليلتك صدى معايا النهارده. في ايه؟ في ايه يا امين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانه ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبه الزفت البنسيون ده؟ انا يا باشا صاحبه الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم واخد 6 اشهر انا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمضمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزه، يعني الدخله فيه تبقى بالهداوه. يلا رجاله بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل، عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. دي نمرتي، خليه يكلمني من فضلك وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغزخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها، لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها معرفتش ليه. انتي رايحة فين؟ معلش انا اسفه بابا تعبان. صندوق ده جوه عندك على المخدة. انا لازم امشي حالا. ابقي طمنيني عليه. بعد اذنك. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع امه بحث الاسم. هو في حاجه؟ افتح الشنطه بعد اذنك. ايوه في حاجه يعني؟ الشنطه يا مدام.
ايه الكرتونه دي؟ ادويه يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قلب مش دي اللي بتروح للمستشفى ب2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب2 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني اول حرز على الاسم يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديرة المستشفى. ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو؟ ثانية واحدة. بقولك ايه؟ وحيدك قول لسه ان انا جايه له حالا. وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزه، انا جاهزه. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. هو تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس، عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يميها زائدك وهتجري. انا عارف عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. تعالي هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمع الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعتي عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ أبدا مفيش حاجة. يعني إيه مفيش حاجة؟ ده أنتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانة، الحملة تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجة؟ سيبك منه، دوات زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟
طيب اطلع بره. صحيش خلاص يا حيوان. الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه واخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحي كوكي بتحرسلي كوكي مالها دي؟ ايه في ايه؟ باي باي مالك مالك يا كوكي؟ كوكي انا رحيم حبيبتي انا يستر من اسبوع. خد يا ستي ما لسه بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ آه. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، أنا ما أعرفش خالد فين. أنت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة أدب ومفيش أكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر أكتر من اللي خسرته. آه. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري. اقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير. خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لملي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يا استاذ شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق.
بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. أهل الفن واخر الليل. السيمة حلوة واللي فيها أحلى. هي دي رجولة صح. تصدق بإيه؟ أنا كنت فاكراك بني آدم. أنت بتكلميني أنا يا بت؟ ليه؟ هو أنت بني آدم؟ لا موتوسيكل. يا اخويا يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك، بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنه ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حاجه. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. وراجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش ليه مروحك؟ ولا غدي كفايشك؟ ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا؟ ايدك ساقعه يا كوكي، حرام عليك. يخص عليك يا بنت. يا اخي البيت البديل والله العظيم. ده غير اقلاعي يا البرنس ده، هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه، هو كده حلوه قوي. ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة. لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حامل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوز، مش زي العرايس اليوز. ايه مفيش عفه؟ بتشوحي يا بنت؟ بتشوحي لمين؟ انا مش بنت. رفعي رد السجون. طب وحي ضمك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ نطلع على اي مكان في بحر وننزل بيتهمنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانت يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انت التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع. صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. اوعي يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمت كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانت بتحبيه
ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجال، والرجاله اتدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. انا بقى قابلته، كان احسن راجل، حبني زي ما انا، رقاصه، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظه راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما انا. واضح انه كان راجل عظيم، بس الرجاله دي خلصت خلاص. وضعت الرجاله بقى وسيرتها بقى، البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطوا لي بقى كده وافرحوا لي. العريس ايه؟ شفت العروسة بتقول للعريس ايه؟ اتدلع يا عريس يا غلا السنايلة، اتدلع يا عريس وعروستك نايلة، اتدلع يا عريس يا غلا السنايلة، اتدلع يا عريس وعروستك نايلة. عند بيت ام فاروق هاي هاي، والشجرة طرحت برقوق هاي هاي، احنا عريسنا برنس وذوق ولسه لسه عروسة يعني. شكرا، تعبانة طول الطريق. طب معلش. يا لهوي الحقيني الحقيني في ايه؟ مالك؟
حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. اسكت مش هنلحق، الميه نازله. حلو ولادها فوق. يا لهوي. يلا يا امان. طب اصبر اصبر شويه، امسكي نفسك. يلا حد يلا. سامالله سامالله سامالله. والنبي دي اشيلها شويه. الامارات زادوا واحده يا ناس يا خراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس، قولوا له جات لك امرايا يا خراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي، تسنلي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروحي الدكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف يا امشي اني تعبانة والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قالك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى، خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي، ومريم وحشاني جدا. يا خالد انت فين؟ انا عند صفية، فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط، قالت لي انها بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن، مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسه واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عن جاي حاجه وحشه. رحت المستشفى والعياده والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا هنقول ان انت راجعة من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك، تكوني انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده، ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون؟ ما تقلقش انا هسمع صوتها بس ومش هتكلم خالص. الو. ايوه يا بابا. حبيبه قلب بابي، قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كلمني بابا. بابا ورم كبير على الرحم ويفضل استئصال، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش ده هيتم بسرعه، ويفضل ان احنا نشيل الرحم كله.
ده قضاء ربنا وان شاء الله هتخلف انت وزيها الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. أنتي ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني، ابقى كلميني في شهر 5 وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. حاضر، متشكرة يا استاذ. ربنا يخليك يا بتكسر نفسنا.
عالسلالم كلنا. احنا اللي لو ساكنين في قصر يهمنا نسكن في حضن، واحنا اللي ندفع عمرنا كله عشان حبة حنان. ممكن نبيع كل الحياة والدنيا لما نلاقي حد يخاف علينا ونبتدي نعرف معاه طعم الأمان. احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة تربت تكسر نفسنا، مش تقويين من كتر خوفنا من السنين عايشين ندى عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. ووفق طلب الدفاع عن المتهمات تم تحويلهم للطب الشرعي الذي جاء في تقريره أن المتهمة أسماء رمضان عبده هي فتاة بكر، رغم ادعاء أحد المضبوطين مباشرة علاقة كاملة معها. كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران ونيل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براء، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. إحنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براء، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمري بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفترة دي وبتخلي مستقضية الدار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفارة ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مرة يجيلك، وان المرة دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفة بالبشكير وبترقصي قدام المراية. انت عارف الكلام ده كله كدب، والطب الشرعي بقى مش شرعي، احنا اللي بينا كان ودي كان شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مره وجالك اتنين وجالك تلاته، خلاص بقيتوا بعرفه. Oh,
لك يا ابوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين. يا مذكور يا ولدي إن بعض الظن اسم. ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع؟ نتلكك وإيه يا أبوي؟ ده عرضنا عرضنا. هسوي إيه يعني أمال؟ داني غرقاني في الروبة الراسي. وما تخافش هتجيني حية. ومحدش هيمد يده عليها. لا ولد عم ولا خال. كل نفر أولى بلحمه. هتسوي إيه يا ولد الفجرية؟ حق الله. وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اساميهم من بعض. وهو عارف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كانه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الاوضه، وعارف كنت لابسه ايه قبل ما يتقبض عليا. طبعا قال الكلام ده وهو مش واخد باله انه ما حدش يعرف الكلام ده غيري انا والحيوان ده. يبقى احنا كده عرفنا حقنا عند مين. بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟ هو احنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ. ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعارة؟ دعارة يا ليلى؟ دي المخدرات كترحم يا شيخ. أروح فين دلوقتي؟ أروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفهم عشان مش طايقة تستحمل كلمة تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها إيه؟ يا شريفة. خلي ما عملتش حاجة. طول عمرك تعرفني. حرام عليك، أوعى تظلمني أنت كمان. وحياة بنت مريم. كفاية. وحياة بنت مريم. كفاية. ما عملتش حاجة. ابعد عننا يا ليل. ابعدي على قد ما تقدري. يا خالد. كان بقولك والله العظيم مريم. وحياة مريم بنت مريم ما عملتش حاجة. كان الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة. وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش. كذابين، والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا. أنتِ أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتِ وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم. مريم! مريم تعالي هنا كلهم كذابين! ما تصدقوش! مريم! مريم!
الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي؟ يا سمسم وبيرو فين؟ في اوضتهم يا حتي. هنديهم لازم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انت تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو. ايه 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 صلوا على النبي. يا اخوانا في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت تطول ثاني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم. وسخت لي ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يلا. انت حتى الرحمة ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقولك على كل حاجة. دخلنا شغل التعابين وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعي على فوق يا بنات، اطلعي على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير. بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكوا على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خلاص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته، كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقته؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايش نسكتكو، هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايش نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه، وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت ابويا، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل، ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا.
زباله. اكتر من طعنه بقلحه ده. ده قتل غيظ ده. ظهر كده يا باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكلية ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه خده وحرزه وقعده عن مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ مقالش. فقتلته؟ ما حصلش، والله العظيم ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا أنا ولا ليل. إحنا طلعنا وسبناه صاحي زي القرد. هو أنا ليه حاسك من أول التحقيقات إنك شمتانة؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة تبتع شبكتك. ده أكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينة اللي عليها بصمات إيدك دي جت إزاي؟ وأنتِ ما مسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبيها في أوضتك؟ والله العظيم أنا ما خبيت حاجة. السكينة وقعت من عبير في المحل عند علاء. بعد كده ما أعرفش إيه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء؟ نمت. كنت تعبانة قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. Thank you.
اتفضل معليك، اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد، وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى بتعرف الحمام دي اسمها ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح، كريم عبد الرحيم صالح. حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام. كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الظابط؟ مش كفايه اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد. البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. هو في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ يا استاذ حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيذ حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمه كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني اقابله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجاه ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجه، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. ترى دي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضية؟ يا ستي قضية وهتعدي قضية في شنك، هيتلفوا ملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبة لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحه وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقيه الفلوس بعد ما تتم العمليه. هو اقنعني ان اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضيه دي وانهم ممكن يطلعوا براء. كان يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الأوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجالة يدخلوا منه. وتم شرعي المحكمة ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحة. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقة أطلب منه بقية الفلوس، لكن الحمار افتكر إن هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقية فلوسي. ما أعرفش أنا عملت إيه عشان أوصل للفلوس دي، ولا ممكن أعمل إيه عشان أخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك إيه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا.
جدعانة يعني، بس لازم تبقى عارفة ان الراجل سكك على بقية المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفة الباب دي، دي اشرح حاجة كده سريعة. ما بتخش شقة يا روح امك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقول لي اخد فلوسات. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه، طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيلو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه، وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكا ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي، نورتي البيت ده، انا قاعد لوحدي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلت لي ان الراجل صاحب المقاوله خلع يعني وما ادكش بقيت حقك، وانا جايه شفت حد كان بيديك فلوس، وتخلصني كده وتديني بقيت فلوسي وحقي، وانت يعني يخلص بالمصلحه دي على راحتك. فلوس ايه برحم؟ وانا اللي فاكر الشو جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟ نعطف ونلطف ده ايه يا رم؟ انا جاي هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رم ايه يا مره يا شرشوحه يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمه على دماغك. تدي مين بالجزمه يا ابن الجزمه؟ لا فوق، ده انا هقلعك مالطه قدام الحته كلها واخلي اللي مشتري يتفرج عليك. حلو قوي الكلام ده، يا حلوه يا بتاعت الدعارة. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف بيرو وقتلتيه بيها، وبعدين سحبته على المنور عشان الخبطه، وبعدين نزلت على الشقه مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض، ومسحت بصماتي من كل حته، ومسحت بصمتي من على السكينه، وخدت السكينه وطلعت بيها عند ليلو، عند ليلو عند بيرو عشان ابصمهم على السكينه وهم نايمين، وبعدين خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. ويلي بقى كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام، ورحت زرت ليل وبيرو هناك، وليل طلبت مني إن أنا أودي سلسلة لبنتها. وهناك كانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها، الراجل اللي كان بيسلم الشنطة لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ياه، ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ مالك قلب تبيعي اصحابك بالسهوله دي وتلبسيهم قضيه توديهم لحبل المشنقه؟ يعني احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده، لا لا يبيعوها وهي بيع جسمها، مش هيبقى صعب عليها تبيع صاحبها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة، ظهرت براءتنا، وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا،
ودخلوني السجن، ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا هيودوني لحبل المشنقه. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده، والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده. بس كان لازم اسال خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ انا بعت نفسي اصلا لما فكرت اتجوز ممرضه. الممرضه دي اشترتك بعمرها كله. الممرضه اللي انت بتتكلم عليها ائتمنتك وامنت لك مستقبلك، اتدينت عشان تخلي منك بني ادم ودكتور محترم. انجازاتها ايه؟ دخلتها السجن، وصلتها لحد حبل المشنقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اقول لك ايه؟ سيبيني في حالي، انا مش ناقص. مش ناقص؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتشوف ايام سودة في السجن زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجة الوحيدة اللي هتشفي غليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ، إلهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا آخرة. نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا، فاكرين؟ اه. ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عملك يا رب. حلوه قوي. هنستنى بقى الصيف. هي دي حكايتنا، بدات بسبع بنات وختمت بسبع بنات. حكايه بنات بانسيون صفيه شيشه.